أماكن متوفر فيها كل شيء، كل الفعاليات وكل الأجواء حق كأس العالم. وزود على ذلك أجواء الرياض وفعاليات الرياض وكل شيء بالرياض، الواحد يضرب عصفورين بحجر. قبل المباراة تتعرض للزحمة وغير كذا تكاليف، انت علي يعني عندك تكاليف الحضور على مباراة واحدة، التكاليف هذه اذا دفعتها انت اليوم في مطعم ولا كوفي يعني لا تاخذني يعني بتوفر لك مو 1000 و2000 يعني. جامعة الشباب عندك موجودة، الكلام هذا كله حتى ما بيعادل قيمة ممكن التذكرة اصلا لحالها للقطر.